مساء الخير وحلقة جديدة من مراوع عليها الكلام. احنا كالعادة في ميسيون خاصة برمضان، واليوم اخترنا لكم نجمات حبيتوهم برشا باش يتواصلوا معنا في الحلقة هذه. تحضر معنا كوثر بالحاج، الممثلة التونسية اللي تحبوها برشا. عسلامة كوثر. عسلامة إنيس، شنو حوالك أختي؟ صباح الحمد لله لاباس. سلامي ليك وللسادة المشاهدين اللي قاعدين يتابعوا فينا. عايشك. كما تحضر معنا المغنية والفنانة التونسية سمية الحفروبي. عسلامة سمية. صحة شريبتك. عسلامة ناس الكل اللي شاهدوا فينا اللي في الدار واللي معانا هوني. عايشك، مرحبا. كما تعرفوا احنا في شهر رمضان تويكا، وبما انكم انتم معناها فنانات وناس مشهورين في الشارع التونسي وعند العباد، نبدا بيك كوثر ونسالك اول سؤال، كيفاش استقبلت شهر رمضان؟ والله نهارتها نخدموا كما تعرف، وفي وسط الخدمه عرفنا اللي غدوه فما رمضان. ما نسميش حضرت كيما معناتها يلزمني نحضر ولا كيما مساسه نحضر، لانه الخدمه ما خلتليش برشا وقت. مي روحت واستعديت وقعدت ما عملت شكل الشريه بالقرو كيما مستانسه، فهمت؟ قلت برا نقضي كل نهار ونهار، وعلاش الرغبه في الدين؟ ولقيت روحي سافا، ما صرفتش ياسر مش بشويه اي، معناتها الحمد لله الخير الكل موجود، معناتها كل شيء موجود في السوق. دونك خسرنا، وعرفتك اللي تفاجئنا به شويه، خاطر توقعنا الكل باش يكون نهار السبت، جاي نهار الجمعه فرحنا به الحمد لله، لاباس امور مريقله توا، نهارين الاولانيين تعداو سخان كما تعرف. لهميت هذو مفرهدين يا ربي، ان شاء الله ديما هكا الحمد لله. الحمد لله. سمية، كيفاش استقبلت شهر رمضان؟ كيف الناس الكل؟ رمضان شهر بركة، شهر الخير. كوثر مراو عليها الكلام، راو تعرف تستحدق في المصروف. أنا ما زلت باش نستناها هي نهار باش تستاذنا تطيب لنا حاجة. مرحبا. خاطر كوثر كل يوم نشوفوها تبارك الله مع لي زارتيست الكل، تبارك الله صورت معاهم، فما اللي مازالوا. أنا ما زلت باش نصوروا، ما زلنا باش نصوروا من بعدنا إن شاء الله. إن شاء الله. ماذا بينا نهار كوثر تطيب لنا حاجة. عزيزتي مرحبا. أتو ماما. هي تبارك الله عليها بالحق ما شاء الله من قبل نعرفها، اللي هي كوثر بن دار، ممثلة تحفونا برشا، العباد تحبها، وذاك البلوس اللي عندها، يمكن هذاك اللي زاد نجح البرنامج نتاعها. انت إني زاد برنامجك حلو، الفكرة كلها حلوة. بالنسبة لي أنا باش نحكي على روحي في رمضان، أنا راني كيفاش يقولوا مرسكية مرسكية في رمضان. أنا نتعاون الناس الكل مع حماتي لوستي، مع بعضنا نعدي رمضان كيما كل عام. رمضان معني. اي هو بلاش لما راه رمضان أكيد. يعني ما تحسش بك الجو نتاعو كي ما تبداش فما لما، كي تبدا معاك شكون في الدار وشكون يطيب، وساعات نتعاركوا انت باش تعمل هذيك والاخر ما يحبش يغسل الماعون، وانت ساعات تقول لنا اليوم تعب اغسل انت هكاك محليها كل المناوشات وكل حاجات هذيك حلوه برشا، ولو ان حتى التو ما غسلتش الماعون، خاطر جاي رمضان بعد سيزون بالحق جاي رمضان بعد السيزون، تبارك الله عدينا شهر خدمة. أي. كل ما نهار نحط يدي في المعون، حماتي تقولي لا انت راك تعبة استنى شوية، فش في النص الثاني باينة، في النص الثاني يظهر لي باش نعدي نص كامل نغسل في المعون. انا الحمد لله سبعة معناها شفتها هكا حنينة، ما نتصورش. لا تبارك الله عليهم، معناتها حماتي حنينة لوستي ساعدك بيهم، عائلتي الكل عائلة راجلي ربي يفضلهم لك. يعيشك يعيشك. ونرجع معاك كوثر، والسؤال اللي نوجهه لك، كيفاش شهر رمضان بالنسبه ليك؟ هل عندك طقوس خاصه في شهر رمضان والا لا؟ والله اكثر حاجه نركزوا عليها الساعه هو انه العبد يصوم ويكون الصيام مقبول. نحاول باش ما نعملش، باش ما نتنرفزش، باش نحافظ على اخلاقي الحميده. خاطر ساعات نخرج للشارع يبدا واحد صايم وعطشان، تويتي باش تتنرفز، نحاول باش نتحكم في اعصابي يكون اكثر حتى من 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 بقيه يعني بقيه الايام. اكثر حاجه نركز فيها في رمضان اني نصيم وربي يتقبل الصيام معناه. ونحبك السهريه نتاع الليل، نشيخ على سهريه الليل في رمضان. ونستهلك برشا يعني الدراما الكل التونسيه نستهلكها استهلاكا، عرفت؟ ما نسلم في حد شيء. نبدا قاعده في دي الكومون، ضربه هنا ضربه غادي، ضربه هنا ضربه غادي، ومحليها. وبعد السحور هو جو رمضان الكل جو ساحر، حاجه معناتها خساره تقول شهر بركه في العام بالحق، يعني حتى كي يخرج يخلي علينا بلاصه معناتها كبيره، عرفت؟ تقول ما ساب شهر بشهر، خاطر يلمنا شهر رمضان، يلم العائله الكل.
والله مش بشرطه، يعني انا نتسمى بعيده شويه على العائله بحكم انه امي في حامي مشط وكل شيء، وانا من طبعي ما نحبش اللي نشق الفتر في ديار ناس اخرين، نحب ديما في داري، لانه تعرف وحديتك يتمد بعد ما يشق الفتر يبدا ماخذ راحته في داره، يتفرج في التلفزه على كيفه القهوه العربيه، نحب نتحكم في التلفزه. هذا ما تنجمش تعملوه وانت ضيف، معناتها دو بريفيرونس انا ديما بالنسبه لي انا نبدا في داري خير الحق. ولكن كوثر السؤال المجهولك توا، المرأة التونسية الفنانة تختلف في دارها على المرأة التونسية العادية؟ ليه؟ ما فما حتى اختلاف، الاختلاف الوحيد انه احنا يمكن خدمتنا تكثر في الليل توا، كما كانت تسال سميه يعني فما مهرجانات وسورتو ولا رمضان يتزامن مع الصيف، دونك تولي فما خدمه في الليل، بالنسبه لي انا فما العروض المسرحيه نولي ونخرجوا معناتها نخدموا في الليل. الاختلاف الوحيد انه المراه التونسيه العاديه تخدم وتروح متوظفه تشق الفتره وترقد وتشيخ وتبدا مرتاحه، احنا ساعات نشق الفتره في الشارع نشق الفتره في البلايص اللي نبدأ وماشيين لهم. ساعات نتذكر انا عام مع اكرام عزوز ما لقيناش معناتها اذن علينا الاذان، لا عندنا ماء لا عندنا دقله، وقفنا وقتها ماشيين عندنا عرض في الكيف، وقفنا بعد 20 كيلومتر من الاذان نلقاو عيله معناتها عندهم خضار صغيره كايا، عطاونا الدقله وخرجت المراه سالتنا قالت لنا شقيتوا الفطر؟ قلنا لها لا، حلفت بيمي لما نقعد نشقوا الفطر بحذاها. يعني عائلة بسيطة على الأخر باش تشوف البساطة متاع التوانسة والكرم متاعهم، ما عنده حتى حدود، وصدقني ما تقولش راهم عارفونا احنا ممثلين ولا حتى شيء، بالنسبة لهم احنا ناس متعودين ما شقيناش فطرنا والبلاصة خالية شوية لازمهم يفرحوا بينا وكهو. معناتها هذايا هو يمكن وجه الاختلاف، سينو الباقي الكل نقضي وكيف كيف. تحب ولا تكره هوني با دي ريشار، لا عندنا لانسي طيب، لا عندنا عبيد سامحني في الكلمه معناتها تعاون فينا، نقضي ونطيب ونعملوا كيما اي مراه تونسيه، ما عندنا حتى ندلوا رواحنا مره في الجمعه نجيبوا مراه تعاوننا هكاو معناتها كي توانسه الكل، فهمت؟ نفس السؤال ليك سمية، انت كفنانه تختلف زعما عن المراه التونسيه العاديه في دارها؟ مستحيل، هو بالعكس، يعني الفنانة ممكن تتعب أكثر أو أكثر شوي كما كانت تحكي كوثر، باش نقل عليك شوي. هي تحكي على شقة الفترة، احنا صارت لنا في سحور وإحنا عمنا والمعنى مروحين من تبرقة، خلتنا قلنا برا في بيجة تسحروا، فخلتنا البيجة لقيناها الدنيا تمسحت ما عاد فما حتى شيء، الناس الكل سكروا حونتهم كل شيء، ما دونك معنا الفرقه اللي خلطوا على ساندويتشات لحتى شيء، لقينا برشا من الناس بالحق توانسه محليهم 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 قاعدين يتسحروا في بيجا، اذا اللي يعرفوا الناس الكل في سوق في بيجا. ف اللي هذا عطاك حاجه من السحور نتاعو، الاخر يعطيك شويه عنب الاخر شويه، فما احلاه الجو بالحق، ما تنجمش تعيشوا في سير الايامات، تنجم تعيشوا كيف في رمضان. هذا ما يعنيش انه تونسي راهو اخلاقه تتبدل في العام الكل، خاطر رمضان يبدا التونسي متحضر له اخلاقيا ونفسانيا وكل شيء. في سير الايامات تلقى ستريس مؤثره شويه على العباد، تلقاهم هكا متوترين شويه على اعصابهم شويه، دونك ما نلوموش على بعضنا ياسر، الشهر هذاك يظهر لي هو اللي يبين التونسي على حقيقته، يبين قداش محلاه مش العكس، بالحق يبين التونسي على حقيقته يبين محلاه. دونك المراه التونسيه ولا الراجل التونسي راهم ما يختلفوش على بعضهم إن كان يخدموا في أي دومين في الدنيا، لكن أنا كامرأة تونسية نعيش كما قالت كوثر كما أي امرأة أخرى، نطيب نعمل كل شيء واجباتي الكل نقوم بهم، معناش كون يخدمنا معناش كون مانيش فريمون ناس ياسر لاباس علينا، الحمد لله مستورة والحمد لله، إنما حتى كيف أنت تقوم بواجباتك هذيك ديجا سي ان بليزير بوغ توا كم فاهم هكا باش تقدم حاجه لراجلك لدارك لعائلتك، هذيك حاجه مهمه برشا. نبعدوا شويه على جو رمضان ونسالك السؤال التالي، هل ضاف لك العمل نتاعك كفنانه لحياتك الخاصه؟ حياتك معناها الخاصه العائليه في وسط العائله، هل ضاف لك حاجه؟ بالعكس انا نعيش انه هو مثل لك عائق في بعض الاحيان خاصه في وسط المجتمع. لا، هو في وسط المجتمع انا معناها الحكايه هذيك من ناحيتها من مخي. كيف نهبت من معناتها مسين كنت في عرس ولا كنت في حفله ولا في فين ما كنت انا، وقت اللي نهبت راو ننسى لي انا فنانه باش نجم نعيش حياتي
عادية كيما الناس الكل، سواء مع عائلتي ولا مع عائلات أخرين، مع أصحابي. كنت حسسهم لي أنت فنانة، ما نعرفش، يلزمك تعيش سان بروتوكول في الدنيا. كنت باش تعيش مع العباد كم أنت فنانة هكا وديما كيبسة روحك هكا وما نعرفش كيفاش، يظهر لي حتى العباد مش باش تقبلك. يعني محلاكي تبدأ معناها العمل متاعك كفنانة ما ضافلكش حتى شيء لحياتك الخاصة، ما عرفكش بنوعية متاع عباد جديدة. العباد ممكن كنت نعرفهم حتى كنت خدمت في دومين آخر، ما هو خلاني نكون مع العباد، نعرف أكثر عدد من العباد. يعني كنت أنا في حياتي العادية نعرف شوية من الناس، في خدمتي بالحق نعرف برشا من الناس، وخليتني نتعرف على برشا عباد اللي أنا فرحانة اليوم اللي نعرفتهم بالحق معناها. أضافك يعني. وساعات فما عباد ما منحبش نعرفهم، تراسي نعرفهم بسيف. ذيك المشكل. كوثر أضاف لك العمل متاعك كممثلة تونسية محبوبة برشا يعني في الشارع التونسي، أضافت لك الحاجة هذه لحياتك الخاصة وإلا لا؟ أكيد أضافت لي، خاطر التمثيل سيتاني كليبخ بموا. يعني أنا كي ما نمثلش نموت، هذه قلتها برشا مرات الحكاية هذه. يعني نحس أنه عندي نقص في برشا حاجات في نفسي في روحي، الكليبر متاعي يدخل بعضه ما نبداش مرتاحة. وإذا ما نكونش أنا مرتاحة في خدمتي باش نتصرف بصفة عادية، ما تبدأ فما بداش عندي الحماسة للحياة. الحماسة للحياة هذيك كي تبدأ مفقودة عندي أكيد باش تنعكس على حياتي الشخصية. كي نبدأ أنا فرحانة وتبدأ ظاهر في قلبي فما برشا فرحة وبرشا اعتزاز وبرشا حب وبرشا ثقة في نفسي، سيسيغ باش ينعكس على بنتي، على راجلي، على الانتوراج اللي داير بيا بصفة عامة. إذا كان باش نرجع مثلا لكلام سمية نشاطرها في الرأي، أنه أنا كيف نروح لداري ولا كي نمشي لأي دار من جهة عائلتي، أنا ما عادش ممثلة. يعني أنا إنسانة عادية، ونتقلق حتى كي يسألوني على التمثيل نتقلق، نحس معناتها كأنه عابد قال لي راك غريبة راك ماكش من العائلة، فهمت؟ بون سا نمبيش بعض الأسئلة متاع اش عملت اش حضرت، كيوريوزيتي متاع يحبوا يعرفوا، ما يتيق في الحكاية غادي، مش كيما مثلا عابد مش من عائلتك. لكن كي نكونوا معناتها في وسط عيلة ولا في وسط حاجة، نكونوا أنا بالنسبة لي أنا، ونصور حتى سمية زادة قمة متاع تواضع، وما فميش عليش باش نكون العكس. أنا مني عاملة مزية على حتى حد، على خاطرني أنا ممثلة. أنا ممثلة روحي مش للناس، خدمتي يعني في الأخر خدمتي، وأكثر منها خدمتي هي محبتي. يعني لو كان جاي التمثيل راجل راهو أنا خذيته. تاخذ امرأة أخرى نعمل حاجة. ما تسمحش تعدد الزوجات لا؟ لا تعدد الزوجات لا. دي كوثر احنا أثار انك معناها ممثلة، شفناك زادة في تونسنا، شفناك مقدمة متاع برنامج، شنو أضافت لك التجربة هذه؟ والله أول حاجة أضافت لي التجربة في حد ذاتها معرفة ميدان أنا ما نعرفوش. لقيت أنه فيه صعوبات جامة الحق. يعني أنا قبل كنت كيف يستدعيني منشط، نحاول باش نظل الاستيعاب 100%، نحاول باش نكون بونكتويل، نحاول باش نكون في وقتي، نحاول باش ما نخليهوش هو، خاطر نعرف اش معناتها عبد يبدا مستدعيك في ايميسيون ومعمل عليك وانت في اخر لحظه تفصع بيه. لقيت من الناحيه هذه برشا صعوبات، برشا فصعوا بيك خصوصا في حكايه التنظيم. حين كيف نكلمك اي ناس ونقول لك مثلا راني نحب نصور معك كذا وكذا، كلمه اي تقضي كلمه لا تقضي، اكيد معناتها انا مانيش باش نغصب عليك بالسيف باش نقول لك راني باش نجي نصور. كيما قبيله قلت لسميه، قلت لها تحب ولا لا سمي؟ قالت لي لا، راهو انا مرحبا بيك، معناتها تجي في كل وقت. يعني كان قالت لي لا، ما فهميش لا باش نتغشش، لا علاقتنا باش تتبدل اكيد. يعني أموا أنا مثلاً ما نعملش عليك، نقول أي ناس ما تجمش معناتها تكون معايا، فهمت؟ لقيت صعوبات جمة، لكن هذا ما يمنعش أنه برشا وفنانين ومطربين لأن الحق متاع ربي نحبهم برشا ونموت عليهم ياسر والله العظيم من غير حتى رمي ورود. تبارك الله عنا طاقات صوتية جمة في البلاد، اللي صورت معاهم خصوصاً، وفما بعض الناس اللي اعتذرت وفما تقول لك مثلاً نخدم ولا عندي ما نعمل، يعطيهم الصحة ويكثر خيرهم. والناس اللي استقبلتني فرحت بيا فرحة كبيرة برشا، أنا يعني نشكر لهم الاستقبال هذاك ونشكر لهم، وعلاقتي بهم تعمقت وتوضت أكثر، فهمت؟ عرفني على ناس باهية برشا، عرفني على برشا ناس
الحق نتاع ربي كنت نخزر لهم الفوق بعد يجيو يعملوا لك حاجات ما تليقش بالكل معناتها لا من باب التربيه لا من باب الاخلاق. فهمت؟ لكن نحسك المشية والقاعدة والجو اللي نعملوه مع الفنان وأنا نقرب لبعضنا نحس فيها انطلاقة كبيرة لنفسي، لأنه يقولوا أنه أكبر معناتها المنشطين في العالم كانوا سابقا ممثلين، يعني نحس روحي كأنه عمري كامل عديته في التنشيط، يعني كأنه مش أول مرة. وانا حتى كي نمشي معناتها للارتيست باش نصور معاه نقول له راهو مانيش باش نصوره، الكاميرا حسبها مش موجوده، احنا توا انا صحابنا وياك وجايين باش نطيبوا ونشقوا الفطر باش نفدلكوا مع بعضنا. داير حتى كي نبدا نصور ما نقصش انا ديما صارت فازة طحت دعثرت قلب الطنجرة باقي ماشي. ولكن أنت توا كنت تحكي معني على علاقتك بزملائك يعني في الميدان هذا، أنت سهريتك في رمضان هل أنه تخرج تسهر معهم وإلا لي كيفاش تسهر في رمضان؟ الأغلبية أكثر التلفزة معني أنت قلت لنا تشد التلفزة في رمضان. الأغلبية في الدار في معناتها في بعض العوام كنت نرفض معناتها الخروج من السهرية رفضا باتا، عرفت اللهم كي بدا عندي عرض يمكن في وقت من الاوقات زاده تلمو ما نفرحش بالسهريه في الدار لين عرفت وتعقدت وليت نحب نقعد في الدار. لكن توا كي نظمت وقتي ومعاش عندي برشا مسرح وليت نشتاق اني نخرج نسهر نقابل زملائي. والبارح استدعاني مثلا عماد عزيز، مشيت انا والمدام نتاعو مشينا سهرنا سهريه مزيانه سهريه رمضانيه ولقيت برشا فنانين اخرين صحاب وكل شيء سهرنا معهم، والله كانت سهره حلوه ومزيانه وتمتعنا فيها بنوعيه نتاع ترب ونتاع فن ما تسمعه كان في رمضان. عرفت خاطر سير الايام بدا تكتك عرفت تقول تسمع فن تسمع مواويل، كانت منيره حمدي كان اسمه محمد جبالي زاد متعنا منيره حمدي عماد عزيز باش تعملوا جو مع بعضكم. لا هذا هو كان يعني في سهره في اوتيل يعني سهره رمضانيه يعني كل عام الاوتيل هذاك معروف يعملوا كالطونت هذيك ويستدعيوا ناس اكيد راك انت عندك غادي معناتها تخدم فيها فهمت ويتلموا مثلا انت تنجم تستدعيني انا نستدعيك فهمت منك تقعد منك تسهر منك معناتها تشوف اصحابك تتسحر في البيدين اللي تتسحر وتروح. نرجع معاك سمية كي نحاولوا نوخروا شويه بتويلي البدايات نتاع سمية كيفاش دخلت للدومين هذا وكيفاش جاك الغرام؟ هو في البداية ساعة الغرام ذيك متعرفش عليه وقتاش يجيك خاطر ملي نعرف روحي مغرومة بالموسيقى بالغناء. شكون اكتشفك؟ أخويا أكثر واحد خاطر هو زادة بخوف متاع موسيقى يفهم يعني كيسمع صوت يقول هذا أوكي هذا نجم يكون عنده مستقبل نهار آخر وإلا لا. بعد إقناع كبير البابا والعائلتي والناس الكل شاركت في برنامج الخطوة الأولى. معناتها هذيك اول حاجه يظهرلي ظهرت فيها موهبة على سلم، ما نعرفش شنو اللي قبل يظهرلي موهبة على سلم قبل ولا في نفس الفتره هما يتزامنوا على فكره فرد عام، مي شنو اللي تعديت فيه قبل ما نعرفش. اما كنت مع حاتم بن عماره شاركت في موهبة على سلم هذيك الانطلاقه الكبيره خاطر بديت فما اساتذه فنانين كبار معناها قالوا فيا كلام باهي برشا كما سي حمادي بن عثمان اللي انا توا معناتها نشوف الصدفه كيفاش معناتها فيك الوقت هذاك يشجع فيا باش نغني. اليوم ما عندي معه مشروع البوم معناه كامل هو باش يلحنه. فذيك اش معناها خدمتك ساعات تعرفك على ناس تحلم انك في يوم من الايام تعرفهم، لانه يعني موسيقار كبير كما سي حمادي بن عثمان ولا كما مش باش نسمي اسماء اخرين خاطر عنا تبارك الله تونس زاخره بالاسماء الكبيره. دونك بديت البدايه هذيك من بعد جاي طريق النجوم مثلا انا بديت قبل طريق النجوم على عكس ما تقال انه انا ظهرت اول مره في حياتي غنيت في طريق النجوم. غنيت في طريق النجوم سافا مشيت الامور كملت فما اللي ما كملش وفما اللي كمل. الحكايه تتعلق بالحظ وحكايه تتعلق بقبول الجهد اللي عندك باش تكمل والا لا. الفولونتي انت كنت تحب كانك فولونتير بالحق وتحب تكمل خاطر برشا من الناس يقول لك زهر وما زهر وهما ما يحبوش يخدموا. تبقى ساعات تلقى عباد قاعدين في دار ما يعملوا في شيء يقول لك انا الدنيا ما عطاتنيش والزهر ما عطانيش. او كونتخيغ هو اذا كان تخدم تلقى
بيان سور لازم تتوفر لك حاجات معينه، صوت، حضور، الدنيا الكل. زاد قبول الناس، الكاريزما يعني اللي عند ممكن الفنان اللي تخلي الناس تحبه تتعلق به. هذيك انا نسميها حاجه واحده، الكاريزما لازمها تكون متوفره في الفنان. اما الفنان اللي يتصنع راه ما يوصلش للناس. معناها انا راه انه برشا من الناس انهم يراو رواحهم محلاهم كي يبداو يتفينسوا في التلفزه مثلا، ولا يبداو يضحكوا في ضحكه مصطنعه. راه التونسي كيف يحس ضحكتك خارجه من قلبك يحبك، ما كي يخزر في ضحكه نتاع نص البيس معناها ما نعرفش كثر تعرف تمثل تعطي هنا كني ركزنا مع الكاميرا ما تمثلش. لا كان هي بطلب منا نحن عايشك بطلب نجم من الجمهور. عرفتك عملنا ضحكه صفراء مالك كوثر توا هذيك هذيك بالحق الببليك يحسها والله. قد ما تكون سبونتاني مع جمهورك، قد ما تكون معناتها انسانه كيما تورى في كوثر. انا نحكي معها في الكواليس كوثر، ولا نعرفها من قبل كوثر، كيما نحكي معها في الدنيا كيما في التلفزه. كيما هي تحكي مع سميه جو بونس كيف كيف معناتها، فمش حتى فرق. وقت اللي تحط لنا كاميرا توا نقصت شويه هبال احتراما للكاميرا خاطر دايبيتو تجيب دها والضحكه نتاعي فضحتك سامي. انا على روحي انا نرزن شويه. انت ترزن هكا صوتها بكري وقلت لك ما تمثلش هاي في الدنيا يعني كيما هي. لا بالحق لا ما تبين العب كي يبدا سانسيغ. يلزمك تكون سانسيغ ادوس معناها مش ياسر تبالغ في كونك تتكلم بالقوي ولا تعيط في التلفزه ولا حاجه. قد ما تكون انسانه هكا صادقه وهكا سيسه وهكا محلاك قد ما الناس تقبلك. وزاد وبعد الخدمه تجيب، خاطر هذاك الكل كي تعمله ما عندكش ما تقدم للناس اكيد ويبدا المحتوى فارغ راهو حتى هذاك ما عنده حتى نتيجه. اكيد احنا توا نحبوا نسمعوا حاجه من عندك يعني حاجه باش تقدمها سبيسيال لمراو عليها الكلام. باش تسمعنا إذا أنت عندك علاقة بالمرحومة وردة يعني تحبها برشا. الله يرحمها. ومعروف عليا أنه أنا في طريق النجوم تقريبا ما خليت حتى حلقة ما غنيش فيها الوردة. فتعرفت بالمسألة هذيك. باهي خليني نخمم لك شنو غني. مستحيل دا لو عملت المستحيل مستحيل دا مستحيل لو عملت المستحيل هو جرحي كان شوية ولا دمعي ودمي ميا ولا أنا أسيت قليل جاي تقول معلش خلاص وتكلم خلاص وتكلم عن الإخلاص وتبكي ليه ولك عين تبكي وتلومني لأول مرة أشوف القسوة تبكي وتشكي ليه بعد ده كله يظلمني لأول مرة أشوف الظلم يبكي كلام سمعته كتير أيام ما كنت بغير وأهرب وتندهلي من الفرحة قلبي يطير
برافو ما شاء الله يعطيك الصحة ريمون صوت ما شاء الله جميل برشا صوتك ما شاء الله عايشك عايشك ناس هو ذكا تلخيص للكلام اللي كنا نحكيه فيه يعني كل شيء مع صوت راو حتى شيء بلاش صوت وهذه حبيت بالحق معناها نهديها الروح وردة لأنه أنا عرفت بحكم أني متابعة وردة من اللي صغيرة للي كبرت للي بدأت تكبر اللي حتى لين عندي كتاب الكل يحكي على قصة حياة وردة اللي صار لها في وفاتها كان عندي فكرة صغيرة ولو على الشيء اللي صار لها وردة ماتت متأثرة يعني برشا بكلام برشا من الناس وأنا صدقني كنت كيف نسمع يحكيوا على وردة الإنسان بالحق توا كوثر قالت كان الفن كان التمثيل جاي رجلا يخديته وردة تعيش بالفن تتنفس بالفن إيش بيه المرأة معناتها غنيت في آخر عمرها وغنيت خير من برشا ناس يغنيوا توا لكن كقيمة وردة وكقدر الوردة نتصوروا أنها كان قاعدت في الدار خير لها معناها كما عملت نجات صغيرة في يوم ما يعني اعتزلت الغناء وغنيت حاجة دينية يظهر لي وردة قالت لي لازمني نكمل والفنان أحيانا وقت اللي يكبر يعيش بالفن نتصور أنا روحي ما نعرفش أنا كيف نكبر شنو باش نعمل لكن وردة وقت اللي تأثرت برشا بكلام ناس مقربين لها اللي قالوا لها لازمها تنقطع عن الغناء وأنه بالحق مستوى الغناء متاحة هابط على الاخر وتراجع على الاخر فهي انا نتصور كنت متصوره كنت الغنيه هذه لو كان عشت كنت غنيتها مره اخرى لانه قالت مستحيل لو عملت المستحيل هو جرحي كان شويه هو دمي دم نعرفش انا ماش نقول الكلام وحده دمعي ودمي ميا يعني تقولش عليها تقولك مستحيل معناه كان مازلت هي توا خاطر توفيت نجم تقولك مستحيل كان مازلت نرجع للدنيا هذه معناها الظالمه للناس اللي ظلموها حتى كان يعتذروا منها كل شيء معناتها فات ورده مشيت وخليتنا وبالحق أنا نعتبرها أم ما ربتنيش أما ربتني فنياً تربيت على ذوقها وعلى أغانيها الله يرحمها كوثر رأيك في الصوت الجميل اللي كنت تسمعه اللهم صلي عني بي معناتها تحس هي تغني بجوارحها ومتنجم كنت تنتبه لها وتقعد تتبع فك الخانات وما نعرفش تسميوهم انتوما كالزينات الزينات اللي في الصوت وما تتوقعش شنو بعد باش شنو هي الزينه اللي باش تزينها لك خاطر فما بعض المطربين تحفظ اصواتهم وتلف الصوت عارفهم وقتاش باش يزينوا سمية تفاجئك ما تعرفش عليها وقتاش باش تزين وعندها تحكم في صوتها تطلع وتهبط كيما هي تحب هي حاجه تعجبني والخامه مزيانه عندك علاش تفهم بالكدايه خاطر هي بدا اليوم باش تغني شويه ليه بدها خاطر عندها صوت يعني مزيان برشا والله يا سيدتي انا اخجل ان اغني بعد سماعي لصوتك العزيز نعرف كوثر نعرف انا بدي قلت لها من العين طلب من سميه يعني طلب من سميه باش تغني لنا شويه باش تسمعنا صوت معاك مش باش نخليك وحدك والله انا قبيله شنو قلت لك غني في الكواليس اللي تعدى وفات ليها لا مش لا مش هيك هي كانت مره بوحده سهله وحده سهله لا شويه نتاع القناه نتاع تونسنا كوثر حاضره غنيت علي قرا وخرجت لقيت كوثر تقول لي اللهم صلي على النبي اللهم بالحق في الجمهور يعني لقيتها عملت موال انا بون بعد ما نعرفش تعدى ما تعديش يعني باش نعاودوا الموال لكن عملنا الموال باش نغني معاك كوثر لا هو طب باش نعمل حاجه اخرى خلينا نسهلوها شوي سهلوا انا نبدا وانت كم اللي تعدى ما تخليهش بيا سمية انا غالب اني صوتي مش حلو سينو ما خليش بيك زي ما تقوليش مثل برك ليه على حساب هذا باش تجي نهار نعمل لك فازه باش نرجع لك ابدا المسلفه مردوده يا سمية اللي تعدى وفات زعما يرجع اللي تعدى وفات زعما يرجع اللي تعدى وفات زعما يرجع ولا نعيش ولا نعيش ولا نعيش بعلتي نتوجع لطف عليك لطف أكاها يزمك تيخو عليها توا سيد اللي تعدى وفات زعما يرجع
اللي تعدى وفات زعما يرجع، اللي تعدى وفات زعما يرجع.